خلينا نروح لموضوع تاني يا مصطفى، ونتكلم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي نظمت جلسة نقاشية امبارح بعنوان تأثير الأزمة السودانية في الأوضاع بداخل مصر. الجلسة دي هدفها رفع وعي خريجي الأكاديمية بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية. بالفعل، وخلال هذه الجلسة تم مناقشة عدد من المحاور زي مستقبل الدولة الوطنية في السودان، زي محور التأثير في الهوية الإفريقية بجانب تأثير هذه الأزمة على الأمن القومي المصري. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. الأكاديمية الوطنية للتدريب عقدت جلسة نقاشية بعنوان تأثير الأزمة السودانية في الأوضاع داخل مصر، بحضور مجموعات من خريجيها من مختلف البرامج، وذلك بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. الجلسة تهدف إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية بتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار. وألقت الجلسة الضوء على عدة محاور أبرزها مستقبل الدولة الوطنية في السودان، خاصة أن مصر حذرت من استمرار الحرب في السودان وما سيترتب عليه من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان، من وجود اضطرابات داخلية وخارجية وتفكك السودان وهشاشة الدولة وضعفها. كما تناولت الجلسة محور التأثير في الهوية، وركز المتحدثون على الدور الذي تلعبه الهوية الإفريقية، هوية وادي النيل، واستعرضوا الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتحديات والفرص التي تواجهها، وذلك إلى جانب الهوية المشتركة وتمثيل اللاجئين والمقيمين السودانيين لتعزيز الهوية المشتركة. وتحدث المشاركون في الجلسة عن تأثير الأزمة في السودان في الأمن القومي المصري، من حيث حوكمة التعامل مع الوافدين من السودان وقضية تهريب الأسلحة وتسلل العناصر الإجرامية وقضية تأمين الحدود مع دول الجوار المباشر والعلاقات الأمنية مع السودان. كما اقترحوا مجموعة من التوصيات حول كيفية تحويل التأثير لفرص إيجابية تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية. وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة واسعة من خريجي الأكاديمية، سواء الحضور بمقر الأكاديمية أو المتفاعلين عبر تقنية الزوم، وذلك بجانب الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة التي تخللت نهاية كل محور، في محاولة لإيجاد حلول للقضايا والمشاكل التي طرحت في ظل الأزمة.